اهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد ومتجدد مع الانسان والبيئه، وحلقه اليوم تتضمن اكثر من فقره، فكونوا معنا وتابعونا. اعزائي مشاهدي برنامج الانسان والبيئه، يسعدنا من خلال فقره معلومه وحوار ان نتحدث معكم اليوم عن موضوع يهم كل اسره مصريه، يهم كل إنسان مصري، تشغل بال الجمهورية هذه الأيام التحدث عن موضوع البلهارسيا. البلهارسيا هي عبارة عن عائلة كبيرة وحيدة الجنس، أي تضم الذكر والأنثى. ذكر البلهارسيا يكون قصير وعريض، وأنثى البلهارسيا التي تضع البيض تكون رفيعة وأسطوانية وطويلة. الذكر يحمل أنثاه في تجويف يدعى الجاينوكوفورال كانال أو قناة التزاوج. يحمل الذكر أنثاه ويهاجر ويسافر من خلال الأوردة والشرايين في الحيوان أو الإنسان المصاب، حتى يصل إلى النهايات الطرفية لهذه الأوردة، حيث تضع الأنثى البيض المخصب. هذا البيض يأخذ شكل الكمثرة أو يأخذ الشكل البيضاوي، ويكون منتهي إما بشوكة في الأمام أو terminal spine، أو أن هذه الشوكة تكون جانبية أو تدعى lateral spine. عائلة الشستوزوما تصيب الإنسان، تصيب القرود، كما تصيب الحيوانات المختلفة من الأبقار والجاموس والفصيلة الخيلية. الشستوزوما تحتاج إلى عائلين، العائل الأول هو العائل الوسيط، وهذه هي بداية التلوث لنهر النيل. فالعائل الوسيط هو عبارة عن القوقع والقواقع التي تكون موجودة في نهر النيل عندنا، هي قوقع بولينوس وقوقع بايوموفرا، وهذان القوقعان يحملان الميراسيديم بعد خروجها من البيضة المخصبة في الماء. عند دخول الميراسيديم إلى هذه القواقع فإنه يتحول إلى الحويصلة الثانوية، والتي تتحول بدورها إلى السركاريا. والسركاريا هنا هي الطور المعدي الذي يخرج ليسبح في الماء ليصادف أي إنسان أو حيوان يستحم في مياه السرع والمصارف الملوثة بهذه القواقع، ليخترق الجلد، ثم يسافر هذا الطور وهو السركاريا عبر الأوردة والشرايين المختلفة للجسم، حيث يكون نهايته في الأوردة الكبيرة، إما الوريد البابي أو البورتال فين، أو في خلال الأوردة التي تغذي منطقة المساريقة أو الميزنتريك فين، أو من خلال الأوردة التي تغذي منطقة الحوض أو الوريد الحوضي أو البلفيك فين. هناك تتمركز السركاريا، تنمو، تمتص الدم، تتكاثر، ثم تضع البيض، وهكذا تستمر دورة الحياة. نداء لكل أبناء ريف مصر. يا صناع الرخاء والجمال على أرض مصر، يا من صحتكم أغلى ما تحرص عليه مصر، بدأت الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا قبل أن تقضي على صحة الفلاح المصري. والحملة القومية للقضاء على البلهارسيا تنفذها الآن وزارة الصحة والسكان ولمدة 10 أيام بأسلوب جمعي شامل للوقاية والعلاج في نفس الوقت. فرق العلاج الجموعي تتجه إلى القرى في نفس الوقت، فتوجه إليها للعلاج بالمجان. وأيضا بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز صحي أو مستشفى للفحص والتحليل وتناول العلاج الذي توفره وزارة الصحة والسكان بالمجان. يمكن أن نقضي على البلهارسيا. لا ضرر ولا ضرار. التبول والتبرز في مياه السرع والمصارف
هو الوسيلة الأولى لانتقال العدوى، لأنها تنقل البيض المخصب من الإنسان المصاب بالبلهارسيا إلى الماء. فلو تم انتقال البيض المخصب إلى دورات المياه العادية أو حتى إلى أرض جافة، فسوف تموت هذه البيضات المخصبة خلال 48 ساعة فقط وننتهي وينتهي هذا الطور. أو الخطوة الرئيسية والثانية في منع انتقال البلهارسيا إلى الإنسان هي مقاومة العائل الوسيط، وهما قوقع بوموفيلس وقوقع بولينوس، وذلك من خلال القضاء عليهما. فلو نزلت البيضة المخصبة إلى المياه وخرج الميراسيديم ولم يجد القوقع الملائم ليصيبه لمات في خلال 24 إلى 48 ساعة. البلهارسيا من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان على السواء، وذلك لأنها تعيش عبارة عن طفيليات دموية زي دراكولا بالضبط، تعيش على امتصاص الدم، تعيش على امتصاص المواد الغذائية التي تسافر وتهاجر في دمائنا لتستفيد بها أجسامنا، فبدل من أن تستفيد الأجسام تستفيد الديدان. القضاء عليها الآن مشروع مكافحة البلهارسيا الذي يتم تحت إشراف وزير الصحة الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام، يقوم بالكشف على جميع المزارعين، على جميع أفراد الشعب المصري الذي يجد في نفسه بعض من الأعراض التي سوف نذكرها الآن. هذه الأعراض تتلخص في ألم شديد أثناء التبول أو التبرز مع وجود نقط من الدماء. هذه النقط الدموية تسببها الشوكة الموجودة في البيض الذي يخرج من خلال الأمعاء أو يخرج من خلال المثانة. من يجد في نفسه هذه الأعراض عليه بالتوجه إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى أو وحدة صحية ليقوم المتخصصين بالكشف عليه وعمل شريحة زجاجية من البول أو البراز، فإذا وجد به البيضة التي بها الشوكة التي تسبب له هذه الآلام يقومون بإعطائه جرعة واحدة. العلاج جرعة واحدة من أقراص تسقى تشرب بالمياه. البلهارسيا تأثيرها يتعدى امتصاص الدم، يتعدى امتصاص المواد الغذائية من الدم إلى إحداث أضرار مباشرة بالأوردة والأوعية الدموية التي تعيش فيها. هذه الأوعية تتمدد وتتضخم وتكون سهلة النسف، فمن الممكن أن يحدث نزيف داخلي قوي نتيجة للإصابة بالبلهارسيا. الإنسان المصاب بالبلهارسيا يقل المجهود الذي يبذله إلى 75%. الإنسان المصاب بالبلهارسيا دائما لونه أصفر نتيجة للفقد المستمر للدم. الإنسان المصاب بالبلهارسيا بعد فترة من الفترات يكون معرض للإصابة بأمراض الكبد المختلفة، منها التهاب الفيروس الوبائي الذي يسبب مشكلة بسبب ضعف المناعة الناتج عن مرض البلهارسيا. عائلة البلهارسيا تنقسم إلى 4 أنواع. النوع الأول يصيب الإنسان وهو شيستوزوما هيماتوبيوم، ده بيكون ملاصق لجدار الوريد الحوضي ويخرج من خلال المثانة. وفرق إبادة قواقع البلهارسيا تقوم في نفس الوقت بتطهير المجاري المائية بالريف، فساعدها بعدم قضاء الحاجة بالترع والمصارف وعدم الاغتسال أو التنظيف بها وتوعية أطفالك بذلك. نداء لكل أبناء ريف مصر، معا نقضي تماما على البلهارسيا. أما النوع الثاني وهو شيستوزوما مانسوناي، وهذا يخرج من خلال الجهاز الهضمي ويسبب وجود الدم في البراز. النوع الثالث الذي يصيب الحيوان وهو شيستوزوما بوفيس أو شيستوزوما البقرية، هذه تصيب جميع أنواع الحيوانات المقترة من أبقار وجاموس وماعز وخراف وجمال وغيرها.
الثلاثة أنواع متواجدة في جمهورية مصر العربية. العائل الوسيط بالنسبة للنوع الأول اللي هو شفتزوما هيماتوبيوم بيكون البوموفيلا سنيلز أو قواقع البوموفيلا، أما النوعين الآخرين اللي هما الشفتزوما البقرية والشفتزوما منصوناي ده بيكون القوقع العائل الوسيط لها هو قوقع بورنا. أما النوع الرابع فليس موجود في داخل جمهورية مصر العربية ولكنه يطلق عليه شفتزوما الشرق الأقصى أو شفتزوما جابونيمم، هذه تكون موجودة في مناطق الصين والهند واليابان. بعد كل ما ذكر ما هي طرق الوقاية من مرض البلهارسيا؟ طرق الوقاية من مرض البلهارسيا تتلخص في مجموعة خطوات بسيطة جدا. التبول أو التبرز بالنسبة للإنسان المصاب أو الإنسان السليم لابد أن يكون من خلال دورات المياه سواء العامة المنتشرة في الشوارع أو الخاصة في المنازل، أو إذا لزم الأمر يكون في أرض جافة. عزيزي المزارع، هذا الكلام موجه للمزارع بالذات، التبول والتبرز لابد أن يكون في مكان جاف وذلك للقضاء على البيض المخصب الذي يحمل الثور المعدي. الطريقة الثانية من طرق الوقاية هي الكشف الدوري والمستمر على الصحة العامة من خلال المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الريفية. الطريقة الثالثة من طرق الوقاية من هذا المرض اللعين هي عند ظهور أي أعراض من ألم مصاحب للتبول أو التبرز، من بقع دموية أو قطرات دموية في نهاية التبول أو التبرز، لابد من التوجه السريع إلى أقرب طبيب لاستشارته في الحالة ليقوم بوصف العلاج الناجع. الطريقة الرابعة للوقاية، الأخوة الفلاحين هيقولك إحنا دايما رجلينا في المية، نقدر نتخلص من المية إزاي؟ والمية هي الحامل الأساسي للطفيل المعدي اللي هو السركاريا. إذن الحل بسيط خالص، بوت أو حذاء برقبة طويل بيتلبس في الرجل يمنع وصول العائل النهائي أو الثور المعدي النهائي إلى جسم الإنسان، وبالتالي يقي نفسه من انتقال العدوى المباشرة ليه. الطريقة الخامسة هي تناول الجرعة المخصصة للوقاية من البلهارسيا. نهر النيل مصدر أساسي ومهم لحياتنا في جمهورية مصر العربية، وقديما قالوا لولا نهر النيل ما كانت مصر وما كانت الأرض الزراعية. كثير من بلدان العالم يحسدنا على وجود هذا الماء العذب الصافي الذي يجري بين أيدينا، أن نلوثه بالمخلفات الإنسانية أو الحيوانية هذا يعتبر دمار للبيئة، لأن هذا النهر لا نملكه نحن وإنما نستعيره من أحفادنا وأبنائنا فقط نعيش لكي نستثمره. هذا النهر يجب أن نراعي الله أولا فيه ثم نراعي أبنائنا فيه، وبالتالي نستطيع القضاء على هذا المرض اللعين. الله عليك يا ميت بلدي، كل خير بتروي أراضينا وجايب الخير لينا، بس يا خسارة اللي بيقضوا حاجتهم فيها ما يعرفوش انهم بكده لو عندهم بلهارسيا هيصيبوا غيرهم بيها، لانه لما بيقضوا حاجتهم بينزل معاها بيض البلهارسيا اللي بياخد دورته وبعدين يصيب اللي ينزل فيها ويمكن يكون اقرب الناس ليه، ويفضل شايل دود البلهارسيا جوه كبده وماشي بيه وهو مش دريان ويجيله امراض كتيرة. عشان كده بلاش نقضي حاجتنا في مية الترعة عشان تفضل ميتها طهرة ورايقة تروي اراضينا، ونقضي على البلهارسيا يا جماعة بايدينا. نداء لكل ابناء ريف مصر. يا صناع الرخاء والجمال على أرض مصر، يا من صحتكم أغلى ما تحرص عليه مصر، بدأت الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا
قبل أن تقضي على صحة الفلاح المصري. والحملة القومية للقضاء على البلهارسيا تنفذها الآن وزارة الصحة والسكان ولمدة 10 أيام بأسلوب جمعي شامل للوقاية والعلاج في نفس الوقت. فرق العلاج الجمعي تتجه إلى القرى في نفس الوقت، فتوجه إليها للعلاج بالمجان. وأيضا بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز صحي أو مستشفى للفحص والتحليل وتناول العلاج الذي توفره وزارة الصحة والسكان بالمجان، يمكن أن نقضي على البلهارسيا. عزيزي المشاهد، إن الكساء الأخضر للكرة الأرضية يتكون من الغطاء النباتي البري والغطاء النباتي الزراعي، والذي يكون للإنسان الدور الأكبر في إكثاره وانتشاره، وكذلك الغطاء النباتي شبه الطبيعي مثل المراعي الطبيعية. عزيزي المشاهد، إن الأشجار والنباتات ليست فقط مصادر للغذاء، وإنما تشكل مخزون الطاقة التي تنطلق عند تحلل المواد العضوية المعقدة، أو عند احتراق أخشابها، أو عند الغذاء على محاصيلها وثمارها. إن الأشجار والنباتات منظومة أخذ وعطاء مع الهواء والأرض، فهي تمتص أكاسيد الكربون وتطلق غاز الأكسجين في الهواء وتثبت التربة وتحميها من التصحر، وتمتص منها العناصر المعدنية وتنقل إليها المواد الأزوتية العضوية. عزيزي المشاهد، إن حركة أوراق الأشجار في الأجواء المعتدلة ينتج عنها ذبذبات صوتية تتراوح بين 17 و20 ديسيبل، وهذه الذبذبات تمثل الناتج من المعزوفات الموسيقية الكلاسيكية. وأخيرا نقول إن الكساء الأخضر يمتد من مناطق الجفاف إلى مناطق الملوحة، إلى مناطق الجبال والمجاري المائية، وإن الفعل الوظيفي للكساء الأخضر لا يتوقف فقط على ما يحتويه من قيمة غذائية أو جمالية أو وقاية للأرض من التصحر، وإنما أيضا لتوفير الغذاء والمأوى للعديد من أنواع الطيور، كما يدخل العديد منها في صناعات الأدوية والعلاج ومستحضرات التجميل، ويدخل بعضها في صناعة الورق والحرير الصناعي. لذلك فيجب علينا جميعا أن نحافظ على الأشجار، نزرعها ونرعاها ونحميها، فهي مصدر الهواء النقي ومبعث الجمال ورمز فعلي من رموز التحضر. أعزائي المشاهدين، وفقط صوت وصورة، بنقدم لحضراتكم معلومة بيئية بصوت وصورة من خلال هذا الفيلم البيئي العلمي، وأرجو أن حضراتكم تستفيدوا منه. يا لها حقا من لعبة مثيرة، تقف بالقرب من صديق لك ولا يراك. ولكن يا صديقي، هل فكرت في الاختفاء تماما؟ بالطبع هذا لم يحدث، ولكن الكثير من الحيوانات يمكنها الاختباء لدرجة تقترب من الاختفاء. تتلون الطيور والحيوانات والحشرات بألوان مستمدة من لون البيئة التي تعيش فيها، فلا نكاد نراها. الاختباء أو الاختفاء أحد الطرق التي تلجأ إليها الحيوانات والطيور والحشرات لكي تحتمي من الأعداء. هناك أيضا العديد من الطرق الغريبة والذكية للاختباء، إنها غريزة الدفاع عنه. أحيانا أتساءل، كيف تستطيع هذه الكائنات أن تفكر في هذه الخطط المحكمة للاختباء؟ مهما بلغ صغر هذه المخلوقات، فإن لديها من الحواس والأجهزة ما يمكنها من المراقبة والمواجهة.
الأشجار لا زالت هي المكان الآمن للاختباء لدى الكثير من الطيور والحيوانات. بعض الطيور تتخذ من الأشجار مسكنا لها، بعض الطيور تحفر حفرا في الأرض لتختبئ فيها، وأحيانا يكون عشا للصغار. وهناك بعض الحيوانات تستغل فرصة سقوط الأمطار على التربة لتحفر هذا المكان الآمن بعيدا عن العيون. يكون هذا البيت بمثابة مخزن ومأوى، يجمع فيه الحيوان ما يحتاج لحياته اليومية من مستلزمات، ولكن دائما هو في حالة ترقب، فقد يكون هدفا لأحد الصخور أو الثعالب. ودائما هناك الكثير من الطرق لرصد الغزاة من الحيوانات المفترسة. هناك بعض الحيوانات لا تملك إلا الجري كوسيلة للهرب عند الخطر، والقفز مثل هذا الكنغرو والسباحة مثل الجري تكون في بعض الأحيان هي الطريق الوحيد للهرب من العدو. بعض الطيور والحيوانات لا تستطيع الجري، وعندما يواجهها الخطر فتسلق الأشجار هو الأمل الوحيد لديها. معظم الطيور تتمتع بحاسة إبصار حادة تمكنها من رؤية الأعداء من مسافات بعيدة، وهذا يساعدها في خطة الهرب. الطبيعة تحافظ على حيواناتها وتحميها من الانقراض، لذلك تزود بعض الحيوانات بأجهزة دفاعية طبيعية مثل الأشواك للدفاع عن نفسها. هذه الأشواك الحادة المدببة هي السلاح الأقوى الذي يستخدم عند الخطر. بعض المخلوقات تدافع عن نفسها بشكل آخر، فبعض الفراشات تفرز نوعا من الإفرازات اللاذعة الطعم، وهذا ينفر منها الحيوانات فتسلم من افتراسهم. والرائحة المنفرة تكون أحيانا ناعمة وليست نقمة، فهذه الرائحة هي الوسيلة الرادعة للكثير من الأعداء الذين يتربصون بهذه الحيوانات. بعض الحيوانات تضطر إلى الاختباء كضرورة في مرحلة ما من عمرها. هؤلاء الصغار يختبئون في مكان آمن حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم. يا لها من مياه باردة، إنه الدرس الأول في السباحة. والآن يا صديقي، فالطيور والحيوانات لها العديد من الطرق للاختباء والهرب. البعض يستطيع الاختباء، البعض يستطيع الجري، البعض يمكنه التسلق، والبعض الآخر يملك أسلحة خاصة للدفاع عن نفسه. ولكن في النهاية نقول إنه من الحكمة الابتعاد عن الخطر. أعزائي المشاهدين، في النهاية نؤكد ونكرر أن كل مشكلات البيئة يمكن أن تحل إذا تكاتفنا جميعا. أعزائي المشاهدين، أشكركم وإلى اللقاء.
مضرة للألبان. هذا الحليب الغير صحي يتمثل في عدم غسيل الضرع بالنسبة للحيوانات المضرة للألبان، فالحيوان قبل عملية الحليب لابد أن يغسل بالماء الدافئ والصابون، ثم يجفف بقطعة من القماش النظيف المنفصلة لكل حيوان، ثم بعد ذلك تتم عملية الحلابة في سهولة ويسر. أيضا إذا كان الحليب من خلال المزارع أو الحليب الآلي كما يطلق عليه، فإنه لابد من تنظيف آلات الحليب قبل استعمالها وبعد كل حلبة، بإضافة بعض المواد المطهرة مثل مادة الأيودوفور. كذلك لابد من ضبط هذه الآلات لتكون درجة الشف المخصوصة والملائمة لضرع الحيوانات المضرة للألبان لا تتعدى 42 ضغطة لكل دقيقة. الحليب الغير منضبط والغير نظيف للبن ينتج عنه إصابة هذا اللبن من مصدر خارجي كيد الحلاب أو كالآلة التي تحلب والمصابة ببعض الميكروبات مثل المركبات العنقودية والمركبات السباحية والمركبات العصوية. هذه الميكروبات التي تسبب التهاب الحلق والتهاب اللوزتين. هل تعلم عزيزي المشاهد أن القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بشؤون البيئة في مادته رقم 42 ينص على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت؟ وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له. لذلك عزيزي المشاهد، إذا كنت تتضرر من وجود منشأة إنتاجية أو خدمية بجوار منزلك ينبعث عنها أصوات مرتفعة تتسبب في إحداث القلق والضوضاء لك وللآخرين، فالقانون يلزمك بالإبلاغ عن هذه المنشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. فيلم فقط صوت وصورة، بنقدم لحضراتكم معلومة بيئية بصوت وصورة من خلال هذا الفيلم البيئي العلمي، وأرجو أن حضراتكم تستفيدوا منه. لنصف قرن من الزمان كان الانفجار النووي هو قمة الرعب للإنسان. والآن وبعدما يقرب من 200 عام على النشاط الصناعي، يواجه العالم تحديا خطيرا سببه الإنسان وأصبح يهدد مستقبله.
التلوث الصناعي وتغير المناخ. على رأس تحديات المناخ ظاهرة الاحتباس الحراري أو ظاهرة الصوبة. ولكن ما هو الاحتباس الحراري؟ تسقط أشعة الشمس على الأرض، ينعكس جزء منها ويتشتت البعض الآخر، وينفذ الجزء الباقي إلى الأرض فيدفئ البحار والمحيطات. نتيجة للنشاط الصناعي تتصاعد غازات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكلوروفلوروكربونات أو غازات الزيون إلى الغلاف الجوي. هذه الغازات تعمل على حبس الحرارة في داخل الكرة الأرضية وعدم النفاذ إلى خارجها، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الأرض. أقصى ارتفاع لدرجة الحرارة كان في منتصف الثمانينات، ويتوقع العلماء أن ترتفع درجة حرارة الأرض مع نهايات القرن القادم من 2 إلى 3 درجات مئوية. والآن ماذا يحدث نتيجة لارتفاع درجات الحرارة؟ الأعاصير والعواصف والأمطار والفيضانات سوف تجتاح مناطق كثيرة، وعلى الطرف الآخر تصاب العديد من المناطق بالجفاف الشديد. تغير المناخ يؤدي إلى تغير مناطق الأمطار، وبالتالي تتأثر الزراعات والمحاصيل ويختل النظام البيئي في العالم. الإنسان يساهم في كل يوم في زيادة هذه الغازات التي ترفع من درجة حرارة الأرض. حرق الغابات والأشجار يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. كمية غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يلوث هواء العالم في كل عام تبلغ ما يعادل وزن 13 طائرة جامبو كاملة الحمل. غازات الفريون أو الكلوروفلوروكربونات تظل في الهواء أكثر من 100 عام، وهي بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة درجة حرارة الأرض، فهي تقوم بتدمير طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. غازات أخرى تعمل على تفاقم المشكلة، منها غاز الميثين الذي تنتجه الماشية وزراعات القطن. الغابات هي ثلاجات العالم، فهي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعمل على رفع درجة الحرارة، وبذلك تنخفض درجة حرارة الأرض. حرق الغابات يزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون. والآن ماذا يحدث لو استمرت درجة حرارة الأرض في الارتفاع؟ سوف يرتفع سطح البحر في
نصف القرن القادم إلى ما يقرب من النصف. لقد بدأ ارتفاع سطح البحر يهدد العديد من الشواطئ والجزر مثل جزر المالديف. دلتا النيل بدأت سواحلها تتراجع بالفعل، وإذا استمر الارتفاع في منسوب سطح البحر فإن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا. حتى هولندا يمكن أن تواجه الخطر. لندن عاصمة العواصم لن تفلت من غضب الجيش. فلوريدا الولاية الأمريكية يمكن أن تختفي تماما من خريطة العالم. وعندما تجتمع العواصف والأعاصير مع الارتفاع الخفيف في درجات الحرارة فإن ذلك يزيد من طغيان المحيط. وإذا كان العالم المتقدم يستطيع أن يواجه الخطر بإمكانياته المتقدمة فإن الموقف في الدول النامية يشكل محنة كبيرة، حيث يضطر الملايين في بنغلاديش مثلا إلى الفرار خوفا من الغرق. أعزائي المشاهدين، فقط ناقوس الخطر النهاردة بندق ناقوس الخطر تجاه مشكلة بيئية خطيرة وهي مشكلة تلوث نهر النيل، فكونوا معنا. عزيزي المشاهد، بعيدا عن العبارات الإنشائية الرنانة والفصاحة اللغوية والتلاعب بالألفاظ، يمكننا أن نؤكد ونذكر حقيقة أن نهر النيل بطيبته وعطائه وانسياب مياهه العذبة هو سر حياة كل المصريين منذ آلاف السنين، بل هو سر حياة كل مخلوقات الأرض المصرية ما ظهر منها وما بطن. ونهر النيل الذي يعد أطول أنهار العالم، إذ يبلغ طوله من منابعه الاستوائية إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط حوالي 4200 ميل بين خطوط العرض 54 جنوبا إلى 31 شمالا، ويخترق نهر النيل دولا أفريقية عديدة حتى يصل إلينا في مصر مثل أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وزائر والسودان. عزيزي المشاهد، إن آلام هذا النهر العظيم وآلامنا نحن أصدقاء البيئة تتمثل جلية واضحة في مشكلتين. أولهما الإهدار الشديد لمياه نهر النيل دون فائدة حقيقية نجنيها في الزراعة أو الصناعة أو أي نشاط بشري آخر. Thank you.
ألا يعد هذا شيئا مقلقا في ظل طموحاتنا التنموية الكبيرة التي تحتاج إلى كل قطرة ماء؟ وعلاج هذه المشكلة ما زال في أيدينا، وهو ترشيد إنفاقنا المائي في الزراعة والصناعة وداخل المنازل وفي الشوارع والحدائق العامة وفي كل مكان. هذا هو الحل الوحيد لهذه المشكلة الضروس. أما مشكلة نهر النيل الثانية فتتمثل في مئات الأطنان من الملوثات التي تلقى يوميا وفي كل لحظة في مياهه. إنها حقا كارثة بيئية، لأن عمليات التنقية بالكلور وغيره لا تستطيع تنقية مياه النهر من كل ملوثاته، خاصة المعادن الثقيلة التي تلتهم أكبادنا وتقضي عليها تدريجيا كما يقتل سم الأفعى ضحاياه. وحل هذه المشكلة الكبيرة ما زال أيضا في أيدينا، وتتمثل في إصلاح سلوكياتنا تجاه هذا النهر الطيب الذي يمثل وجهه الطيب، وجوه أطفالنا الباسمة وقلوبنا البيضاء الحنون. فلنتوقف فورا عن إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة ومخلفات المصانع والسفن في مياه نهر النيل، حتى لا تعود وترتد إلينا في صورة أخطر أمراض الدم والكبد والكلى. وقانا الله الشرور وجعلنا مخلصين لهذا النهر الذي أخلص وما زال لنا ولأبنائنا. بس لو ما عملش حساب المية ده هيبقى حال. في ناس كتير فاكرة ان المية الكتير احسن للأرض والزرع. لا، كل ما حصل نزل له مية على الأرض، المية زيادة بتضعف الجد ممكن يعرف. أعزائي المشاهدين، في النهاية نؤكد ونكرر أن كل مشكلات البيئة يمكن أن تحل إذا تكاتفنا جميعا. أعزائي المشاهدين، أشكركم وإلى اللقاء.